أدعوك يا مسلم، أدعوك يا مسلمة، أن يقف كل واحد مع نفسه محاسبا ومذكرا، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في يوم القيامة حساب، وحضر عند السؤال جوابه. يقول ابن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل وغدا حساب بلا عمل، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ومن لم يحاسب نفسه دامت في ذلك اليوم وهو يوم القيامة حسراته. فالعاقل من يديم الحساب لنفسه، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيا مسلم ويا مسلمة، راقب نفسك قبل أن تقف أمام الله عز وجل فيحاسبك. حاسبك، فلا بد لك أيها المسلم أيتها المسلمة من وقفتين تقفهما في هذه الحياة قبل أن تقف أمام الله عز وجل في عرصات القيامة. أما الموقف الأول، وقفة تقفها يا مسلم يا مسلمة تحاسب نفسك عما وقع منها، والثانية وقفة تبصرها بالمقبل من الأيام. إذن الأولى محاسبة، والثانية تبصرة، تبصر نفسك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحق الله عز وجل عليك يا مسلم، عليك يا مسلمة، أن تطيعوه ولا تعصوه، وأن تشكروه فلا تكفروا به، وأن تعبدوه وحده لا شريك له. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.